يا مرحبا، وسهلا فيكم بنات. هذا اليوم ان شاء الله فلوق الاحد راح انزله، ان شاء الله يمديني منتجه واحط صور شيء على القطع اللي حابه تطلب. يلا نبتدي المقطع. ترى المقطع من زمان عندي، من جيت منتجه التصوير اللي راح ما عجبني، فبعض الملابس لبستها وغسلتها واستخدمتها كم مره وبعضها جديده، واصلا حتى يمكن بيوميات اللي راحت تلاحظون اكثر الملابس كانت موجوده هنا. فكنت صراحة أول ما شريتها يمكن طالبتها لي شهر، صورت لكم ومحطوط بس ما عجبني تصويري، فعدت التصوير الآن لكم. إن شاء الله ما أطول عليكم وأنزلها بسرعة، فخلوكم معي. مشتريات جدا أنيقة وجميلة. أول شي راح أصور لكم هذه الجميلة لأني راح ألبسها، لأنها مرة تدفي تدفي تدفي، تحسين بحضن كان أحد حاضنك. موديلها ترى قصير شوي مو طويلة، بس مرة تدفي ومرة أنيقة، والقماشة تاخذ العقل، المخمل حقها مرة ومتينة متينة، تدفي تدفي من قلب. شوفوا معاي هذه القطعة تاخذ العقل، فضيت لكم المعلاق عشان يصير فوكس على القطعة اللي راح أتكلم عنها. هذه القطعة تدفي من قلب، تقريبا ترينج أنيق وكشخة، ترينج بيت، ترينج طلعات بسيطة عند الحمولة، عند الأهل، اجتماع خوات. أنا أشوفها بدلة أنيقة تصلح للبيت وتصلح برا البيت. معاها بنطلونها اللي جاي قصته ترند هالأيام، جاية ترندي من تحت واسعة، مرة أنيق، مرة يجنن، مرة يقسم الجسم بشكل أنوثي، واللي نحيفة راح يعطيها امتلاءة جميلة في جسمها، راح يعطيها أنوثة وامتلاءة حلوة. قماشتها تاخذ العقل، مرة تدفي تدفي، نفس هذه اللي علي بس هذه مخمل، يعني نفس الدفاوة تدفي، نفس الحميمية تعطيك، فمرة حلوة. تعالوا، هذه المغسولة وملبوسة كم مرة، شوفوا نتشت شوي قماشتها. هذه لا، هذه ما تغيرت، هذه برضو مغسولة وملبوسة كم مرة ما تغيرت. هذه لا، جودة القماش تغيرت شوي، بس إن على الجسم تاخذ العقل، مرة حلوة. طبعا من أسباب تأخير نزول المقطع لأني صراحة كنت أبي أروح أشتري معالق أعلق عليها تعليقات للملابس، أعلق عليها الملابس تكون مخمل أسود أو خشب غير هذا الحديد، عشان يعني يطلع في التصوير الشكل أحلى. نجي للقطعة الثانية، هذا الترنج برضو حلو، ترنج الجميل اللي شكله كأنه ماركة، مرة حبيته، له قبع ومرة لك ثاني وأنوثي، مرة كاجوال على أنوثي. فبنطلون عادي من تحت جاي كذا، وبرضو ما شاء الله يدفي، برضو هذا بالمغسول ملبوس كم مرة. قماشة حلوة، شوفوا قدامكم كيف التغير مع القماش مع الغسيل، ما تغيرت مرة زي القبل. هذه الجميلة تشبه لي علي ونفس القماشة بس اللون أبيض، وتراها تطلع البطن، فلازم تلبسون تحتها، اللي تحب تطلع بطنها على راحتها، بس اللي تحب ما يطلع البطن تلبس هاي وست، بنطلون هاي وست خصر عالي، أو تلبس تحتها هاي نيك أو بدي مخصر، راح يبرز جمالها مرة بشكل حلو، بس أفضل أفضل بنطلون هاي وست. هذه برضو بالمرة، هذه المرة محاولة أغير ذوق في الطلبيات، وجالسة أطلب أشياء كذا كاجوال، فقلت حبيت أغير، دائما أنا ملابسي أنوثية بزيادة، ناعمة بزيادة، فقلت لا أبي أشياء كذا عملية كاجوال واسعة أخذ راحتي فيها في البيت. هذه برضو المرة تجنن وتدفي قماشتها، كيف أقول لكم، الخام
فخامها لا هو بمخمل ولا هو ما أدري كأنه قطن متين، ما أعرف هذا الخامة إيش، بس إنه برضو يدفي صراحة، إذا صار برد مرة لبستها تدفي. هنا خذيت هاينك عادي كذا أبيض ما في شي، قبل كان عندي أسود فحبيت أخذ بيج عشان لو بغيت أنسق مع ملابس نوع ثاني فيكون حلو. خامة مرة لطيفة تمدد، تمدد يعني خفيف مرة حلو، تمددها خفيف مو التمدد القوي، لا يتمدد حلو. شوفوا راح أقول لكم شيء، راح أقول لكم شيء، أنا اكتشفت إني عندي ملابس بناطيل كثير والبلايز قليلة، الطلبية هذه وش سويت؟ عكست، طلبت بلايز كثيرة حول 10 بلايز أو أكثر، والبناطيل صارت شوية يمكن 4 بناطيل أو 6، فما أدري ليش أنا ما أوازن يعني كل بنطلون مع بلوزة، ما أدري ليه لازم أخلي شيء يرتفع عن شيء. المهم طلبت هذا الأناقة والجمال كله، بنطلون هاي وست خصر عالي مع الزرارات اللي معطيته لوك يجنن، وواسع البنطلون لين الأخير. خذيت هذا البنطلون حطيت في بالي نسقت معه كذا بلوزة، من ضمنهم هذه البلوزة راح أوريكم تفاصيلها من قريب، مرة حبيتها أنيقة. شوف تفاصيل الأزرار كذا، تحسين إنها فرزاتشي كأنها ماركة، دقيقة بس شفتوا، شفتوا كيف 4 من الجهة و4 من الجهة الثانية. البلوزة أنيقة دلعتها مرة أنوثية، أكمامها من هنا جاية فيها هذه الزمات اللي تعطي أنوثة، ومن هنا مقفلة مرة تدفي مرة حلو. قماشتها ترى ثقيلة، البنطلون مو ثقيل، البنطلون قماشته قماشة كريب عادي خفيف، تبينه شتوي البسي تحته، أيوة إذا تبغينه شتوي البسي معاه تحته كيلون شتوي، موجود عند شيئين طلبته، في بعد الكيلون اللي يجيكي من داخل مبطن قماش مخمل ومن برا لونه لحمي يعطيكي كأنه إيحاء إنك لابسته شفاف، بس هو مبطن أصلا. فاللي حابة تخلي يكون شتوي يعني تلبس تحت كيلون ثقيل، أنا عندي كيلون أسود وكيلون لحمي، كلهم قماشاتهم ثقيلة ومخمل. نسقت معاه برضو هذه البلوزة، بس هذه صراحة يعني كلها صيفية لا البلوزة ولا البنطلون، فأتوقع إني راح ألبسها إذا خف البرد شوي. وبرضو نسقت معاه هذه البلوزة، هذه تاخذ العقل مرة تجنن، أنيقة أنيقة بشكل الموديل في أكمامها والدلعة. شوفوا هذه ليش هذه، شوفوا اللي تحب الدلعات الواسعة راح تعجبها، من ورا وقدام 7، شوفوا نفسها من ورا وقدام نفس الدلعة نفس الفتحة، وكمها واسع مرة يعطي فخامة، من هنا ضيق، تراها ملبوسة ومغسولة بس ما شاء الله كأنها جديدة. برضو نسقتها مع ذا البنطلون، ونسقتها مع بنطلون ثاني اللي هو جينز، راح أوريكم إياه. الجينز مرة يجنن يا بنات، هاي وسط ياخذ العقل يخلي الجسم يهبل يعني مرة مرة يرسم الجسم رسم كوي. غسلته لابسته غسلته كم مرة يجنن، بس هاي وسط حرفيا تحت الصدر بمصبعين يعني مرة هاي وسط تخبير راحتك. دائما أنا عندي مشكلة بالبناطيل الجينز إنه إذا تحركت الوحدة حركة معينة يكون خصرها نازل، فتبين الخصر تنزل، هذا لا مرة مريح مريح، تاخذين راحتك إذا جلستي إذا تحركتي، مرة ضامنة إنه مرتاحة فيه. يعني أول مرة أغامر وأطلب من شيئاً بنطلون جينز، بس شفت التعليقات عليه مدح قلت يلا راح أجربه، فعلا طلع على المدح، وفي مطة بسيطة يتمطط مطة بسيطة يعني مو مرن مرة، بس فيه نسقت مع هذه، بس الأصل أصلا منسقة مع اللي وريتكم إياها الأولى الكاجوال هذه، وفي واحدة
بس مهيب عندي، رحت عند اهلي ونسيت عند اهلي، راح انزل لكم صوره لها. هذه معاه، نسخت معاه واحده برضو رماديه جن، راح انزلها لكم على العارضه. مره لوك غير طلع علي مع البنطلون هاي وست والبلوزه، مره تجنن. طبعا كيف الطريقه؟ دخلت بدايه البلوزه نفس العارضه، راح اوريكم صورتها، دخلت بدايتها هنا من ورا خليتها، فمره كانت جميله وانيقه وحلوه. بقيت اتوقع لبسين مع بنطلون، راح اوريكم اياها. خذيت هذا البنطلون برضو هاي وست خصر عالي ومن تحت واسع، وبرضو مو شتوي، قماشه خفيف صراحة بس يجنن في اللبس. نسقت مع هذه تايجر البلوزة أنوثية، برضو فيها قصة هنا والقصتها من الداخلة، الصدر ما يبين، مرة حلوة معه. طبعا البلايز داخلينها لأنه هاي وست خصر عالي. ونسقت برضو معه هذه، هذه برضو هذه خصر صغير، فدخلها داخل البنطلون يدخل منها شيء بسيط يعني، برضو جميلة وحلوة. حسها كذا لوك مخيم مع بالطو طويل. طبعا عندي بالطوات، عندي بني، عندي أسود، عندي أزرق، يمكن في لوك ثاني أوريكم إياها. بالطوات وأبوتة طويلة، لأني ما بهذا الصراحة الفلوك يصير طويل. هذا تقريبا اخر لبس راح اوريكم اياه، هذا البنطلون يجنن اللي تلقاه تاخذه مغمضة، ورخيص وحلو للبيت، مره حلو البيت مريح. انا راح اطلب منه الالوان الباقيه، في ظهر اسود وبني وكحلي اذا ما خاب ظني، ان هذه الالوان الوانها ميب كثيره. ومع هذه البلوزه الحمراء كذا حبيت ادخل بالونين مع بعض، طلع مره الميكس يجنن. برضو هذا البنطلون حلو اني البس معه هذه التايجر، لانه شوفوا دقيقة اوريكم الحال، لان الازرار تبعه تايجر. يوم برضو لبست مع التايجر طلع مرة جميل، شوفوا نفس النقشة، بني غامق وبني فاتح، فمرة كست عليه مع بوت لونه بني او بيج، طلع مرة ياخذ العقل. نفس الشيء البلوزة الحمراء تجنن مع البنطلون الجينز، عاد كل واحدة يعني تمكس تسوي على راحتها يعني تنسق. برضو هذه معها حلوة مع هذا البنطلون، لأني أقول لكم صارت البناطيل شوية مو كثيرة، البنات صارت كثيرة. هذه برضو مرة جميلة مع البنطلون، دقيقة بس هذا مو خصر عالي، هذا خصر عادي. البناطيل اللي قبل كلها الجينز الأسود البني خصر عالي هاي وست، فبرضو هذه الأبيض حلو مع هذا الأزرق، زراقة يبرد القلب. عندي بالطو نفس لونه وعندي بالطو أسود. في برضو أنا أقول لكم إني كنت مصورة مقطع قبل وما عجبني، راح أنزل لكم من صور أو مقتطفات تشوفون البالطو والبوت اللي نسقتها مع ملابسي. يلا لا تنسوني من اللايك والاشتراك، وإذا مشتركة جديدة أو أول مرة تشوفين قناتي
أتمنى تشتركين ولايك وكومنت لطيف مثل لطافتكم. أشوفكم بفلوق ثاني، مع السلامة. هذه البلوزة مرة واقعة في غرامها برضو، وانو فيها حبيتها تجنن. فتحتها 7 من ورا وقدام، نفس الفتحة من ورا وقدام ترى نفس الطريقة. والبنطلون هذا مخمل، مرة أنوثي ومرة يتحمل ومرة حقر. فهذه ثاني مرة أطلب من عندي من قبل واحد من كم سنة، غسيل ولبس ما تغير كأنه جديد. والبلوزة شي مرة تجنن. نسقتها مع ذا البنطلون وبنطلون ثاني تكون أفخم، نسقتها تنسيقي مع بنطلون الأسود مع الجينز مع هذا. كل ما غيرت البنطلون تغير الستايل.